ماله لم يضع منه، لم ينقص من ماله، بل هو قرض، بل هو قرض قدمه لله سبحانه وتعالى، فسيرد إليه الله تعالى قرضه مضاعفا يوم يكون في أمس الحاجة. ونستقبل اليوم عيد الفطر السعيد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله طالع يمن وخير وبركة وعز على الإسلام والمسلمين. يوم العيد، نستقبل يوم العيد الذي هو يوم الجائزة ويوم الفرح ويوم الشكر. بعد شهر من الصيام والقيام يفرح الصائمون بتوفيق الله لهم بإكمال الصيام والقيام، ويستكملون الفرح الذي كانوا يحسونه عند كل إفطار حينما يتمون صيام النهار، وسيفرحون فرحة أخرى كبرى عندما يلقون ربهم ويجدون عنده ثواب صيامهم وقيامهم بصدق لقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ينبغي إدخال السرور على المحتاجين والمحرومين في يوم العيد، ينبغي إصلاح ذات البين وزيارة الأصدقاء والأحبة والجيران، ينبغي تجديد صلة الأرحام حتى يحس الجميع فرحة العيد. الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا اليوم كنت شاركوا جميعا وكالعادة في مدينة وجدة الفرحة ديال العيد بعد شهرين من الصيام والقيام والطاعات، نرجو من الله العلي القدير أن يتقبلها منا ويتقبلها منا صالح الأعمال يا رب العالمين، وأن يدخلها على جميع الأسر الوجدية والمغربية عامة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء فرحة العيد، وأن يرفع عنها عن 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 الأمة الإسلامية هذا هذه الظروف القاسية التي تعيشها في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان. ولله الحمد في بلدنا المغرب نعيش هذه الأجواء ككل سنة من السلم والسلام والأمان، فلله الحمد ولله المنة والفضل على هذه النعمة. نتمنى أن يتذوق كل المغاربة هذه الفرحة ويعيشها كما نعيشها في مدينة وجدة. الرحمن الرحيم. نبارك للأمة الإسلامية عيد الفطر السعيد إن شاء الله، وللأمة المغربية. كانت الأجواء صراحة رائعة في هذا المصلى، كان الأجواء يعني إخاء وكان التضامن، وصراحة يعني بهذا المشهد هذا ديال يوم العيد الأمة الإسلامية عيد الفطر السعيد إن شاء الله، والوجادة كاملين إن شاء الله نبارك لهم العيد صغيرا وكبيرا. بارك الله فيكم وعيد مبارك سعيد. وعيد مبارك سعيد إن شاء الله للأمة الإسلامية كاملة جمعاء المسلمين كاملين في أنحاء كما نقول الحال العالم. والحمد لله في هذا المصلى ديال وجدة كانت واحد الأجواء الحمد لله ربانية، وكان يعني الناس كثر نساء ورجالا، الحمد لله كان الجو رباني وكان الله القبول الجميع إن شاء الله.
بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، نتمنى أن يدخله على الأمة الإسلامية وعلى المغاربة قاطبة بالصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصلاة والصيام والقيام خلال شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل هذا العيد على الأمة الإسلامية قاطبة بالسعادة والهناء والمغفرة والترحم بين أفرادها. عيد الفطر سعيد ويدخل عليكم بصحة وسلامة وإن شاء الله وطولة العمر لكاع الأمة المغربية والأمة المسلمين ديالنا في العالم كامل. الأجواء كانت الحمد لله، تلقينا لا فامي الناس اللي عرفونا باركوا لنا العيد. الأجواء كانت صراحة رائعة، كتكون فرحة كبيرة، الناس كيكونوا فرحانين كيباركوا أصحابهم الناس الحباب اللي بعادين عليهم صلة الرحيم. وعيد فطر سعيد لكاع المغاربة والأمة الإسلامية، نتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك سعيد، الأمة الإسلامية جمعاء بالصحة والرزق والتيسير، وإن شاء الله يتعاد علينا هذا العيد أعواما مديدة ونكون أحسن في أحسن الأحوال إن شاء الله. بالنسبة للأجواء ديال المصلى كانت في أحسن الأحوال بالنسبة اليوم، يعني كان الأمور مضبوطة لا بالنسبة للصوت لا بالنسبة للمكان لا بالنسبة للأفريشة، الحمد لله يعني الأمور تحسنت ونحمد الله على هاد الأجواء هذه، ونطلب ربي أنه يعيد علينا هذا العيد ونحن في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحمد لله اللي فوتنا هذا العيد بخير وعلى سلامات وبالصحيحة العقبة للعام الجاي لنا ولوليداتنا ووليدات أمهات سيدنا محمد الجميع والغائبين والحاضرين. رمضان على خير وبخير والعيد على خير وبخير، عقبة العام الجاي إن شاء الله نكون خير بهذا العام، الله يجعل ربي يطول عمر كاع المسلمين والمسلمات والله يحن على المسلمين والمسلمات إن شاء الله يا ربي. آمين إن شاء الله يا ربي. عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا عقبة العام الجاي إن شاء الله بتوبة ومغفرة باش ما تمنيتوا. فبالنسبة للأجواء كانت جد ممتازة، وكنشكروا كاع الطاقم اللي كان ساهر على هذا الشيء، وكنشكروا كذلك الأمن الوطني، وشكرا لكم وعيد مبارك سعيد. وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. هذا النهار الصبحية هذه صلينا في صلاة ديال ملعب الشرفي بمدينة وجدة، تلاقينا مع الحباب مع الأصحاب، كانت أجواء رائعة يعني كما الحال بالنسبة لكل عام في هذه المدينة السعيدة. وكل عام وأنتم بخير، مبروك عيدكم على جميع الأمة الإسلامية، ونتمنى عيد مبارك سعيد لجميع الأمة الإسلامية. أجواء مليحة، بديناها برمضان وكملناها بالعيد وبالدعاء ختمناها، والله يغفر لنا ما تقدم من الذنوب وما تأخر، وعيد مبارك سعيد لجميع الأمة الإسلامية. أسيدي عيد المبارك سعيد الأمة الإسلامية أجمع. عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله، خاصة عامة لكاع إن شاء الله المسلمين العرب وخاصة المسلمي المغرب إن شاء الله وسلطنة عمان، إن شاء الله بمغفرة الذنوب وإن شاء الله يتقبل منكم الصلاة والصيام والقيام، وإن شاء الله العام الجاي إن شاء الله تعيدوا وتعاودوا. مبروك عيدكم كاملين، ومبروك على الأمة الإسلامية كاملة وجادة كاملة.